إنتاجية تشغل يد عاملة بالمنطقة بهمنا، بس مش معامل إنتاج سموم وغازات وشحباق والناس متأذية منا. يعني ما حدا إله طاق عليكم عم يجي لنقول لا سمح الله إنه عم يتسلط عليكم. هيدا الدواليب بيكفينا نحن أزمة النفايات، فتيجي أزمة الشحباق والدواليب هيدا ما حدا في يحمل. متابعة لهذه الصرخة التي أطلقها عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ناصر جابر من أمام معامل حرق الإطارات في وادي الكفور خلال جولة ميدانية قام بها مع وزير البيئة ناصر ياسين ومحافظ النبطية هويدا الترك، زار وفد من أهالي وفعاليات بلدة الكفور مكتب النائب جابر في النبطية لشكره على الجهد الذي يقوم به في هذا الملف، ولا سيما مطالبته وزارة البيئة وإدارات الدولة بإعلان حالة طوارئ بيئية في محافظة النبطية. بس حرام ما خليت دواء إنه مجبت لي، أنا شو ذنبي زنتي لحساب؟ نحن هدفنا واحد، لا عنا مشكلة شخصية مع حدا ولا عنا مشاكل مع أي شخص، عنا هيدا الضيعة كلنا نحن متضررين. من ناحيته شدد جابر على المضي في هذا الملف حتى النهاية حفاظا على صحة الناس ودرءا للأمراض السرطانية ومنعا لتلويث البيئة. هيدا أصلا بالقضاء من سنة من 2022 بديش إجي لأرض أشكال 9 على 2022 كان في أجار قضاء إنه ممنوع يحكوا دواليب، إنه يتسير في أماكن حق الدواليب وممنوع حدا يفوت ويطلع عليها. شفت أجار واضح، شفت من النتيجة اللي كان شفت على الأرض كل هلا حتى ميدو وبدنا نشوف إذا في حدا ضجر. هلا ما حدا دخل لا بالقضاء ولا بالمحافظة ولا بمحل، وإذا أحدا بيتدخل بيكون في كنبتة. وكشف النائب جابر عن لقاءات عقدها بعد زيارة وزير البيئة الأخيرة مع كل من محافظ النبطية ومع القاضي أحمد مزهر والقيادات الأمنية لمتابعة تطبيق القانون ووقف هذه المجزرة البيئية بحق أهالي وبلدات النبطية.